مشاهدينا دائما مع الناس اللي ربحوا معنا والاوفياء ديالنا. اليوم مع الاسف لاله شفيقه ما قدرتش تحضر مدينه ورزازات، داكشي علاش كينوب عليها الابن ديالها. نتعرفوا عليه. السلام عليكم، سميتي رياضه من قدور، انا هو ولد لاله شفيقه غزه. المهم كنوب عليها، هي ربحات في البرنامج ديالكم اخرنا، وكنجي في بلاصتها باش نوب عليها نسلم الهديه ديالكم. شكرا، وكنشكروا الوالده ديالك على الوفاء ديالها لقناه بزاف تيفي. عارفه شحال ربحات؟ قالتها لك ولا لا؟ يا 200 دولار 200 دولار. مباركم سعود، وقولها تبقى دائما وفيه لينا. وانا من هنا من كازا كنبلغ لها تحياتي وكنقولها تبارك الله عليك لاله. شوف هذه امانه، اتونسيون. قالها 200 دولار. ميرسي. السلام عليكم.